دونك اهلا وسهلا بالجميع، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين. اللي تسمعوا فيه يصيح ويبرح، هذا اخونا حمزه اللي ياخذ في لي كوموند بار تليفون. عدنا له من بعد عام من الفيديو الاولاني نتاعو في القناه نتاعنا، حابين نشوفوا شنو اللي تغير، شنو اللي صار، اش تم جديد، اسكو هو بيدو حمزه، اسكو بيد الكونسيبت نتاع حمزه، والا تم تغييرات. شو دخلوا له للريستو نتاعو، شو دخلوا لخدمته هو. اليوم لقينا حاجه جديده، اليوم الوالده هي اللي شاده الكاسه. الملاحظات نتاعكم برينسيب وصلت لخونا حمزه. دونك تسمعوا فيه سي حمزه بابا بعد عام من الفيديو الاول. اي الناس الكل تحب تعرف اخبارك. أي. على اليوتيوب. دونك نتصور حتى اللي فان نتاعي موجودين. اي اي انا وفيت عرفت حمزه فقط من الفيديو اللي هبطت وانت. اي بي ومن وقتها وحنا اصحاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا ندي كل اصحابي راهم على فكره. حمزه اش تغير من عام الاول للسنة؟ حمزه ما تغير حتى شيء. هو حمزه حاجة ما عملوه ما لقيناكش ما لقيناكش في الكاسة عملوه. أثناء هاني في الكاسة خاطر فماش أولاد اللي طاف خاطر اللي يجيبهم كل ما مش المستوي. عادينا خير نوقف معاهم كاو. فوالا. ديما الوالدة نتاعو كيك سوا في الكاسة ولا مش في الكاسة ديما راح. ديما أنا موجودة. إيش جبت جديد؟ إيش عملت جديد تو اللي فانا؟ والله هي ما فما حد شيء جديد، عملنا تغييرات على مستوى أنا نقطة البيع هكا شوية فزيرة. إي شوية تحسينات تشوفوا. إن شاء الله نعملوا حاجة ما فيه. ولاباس لاباس، القادم أفضل كالعادة. ما جات شيء جديد هكا؟ كيفاش نايف؟ ما ادريش فاح لا كونسيبت جديد ها؟ حبوا يبدلوا فاح هو هو مثلا غلط راه ما جابش حاجة جديد. ريت الفيديو اللي عملته انت عملناه؟ ايه هي بيت الكونسيبت ما تبدل فيها حتى شيء. ما تبدل حتى شيء. حتى اللي فان نتاع القناة نتاعنا هو هو هذي يا خويا من ايام اللي استولت يا ذي من ربي من الطاولة ذي هو بيدو حمزة زعما الشهرة والواحد ما غيرتوش. ما تبدلش يرحم والديك. لا لا يرحم والديك. خويا قداش عندك لنابة؟ احنا حموس هذه أول مرة تجي. أول مرة تجي. إن شاء الله تعجبنا. هذا أكيد تعجبنا. شكون جابك؟ أنا جبت السومة. أنا ندور نجيب له في العباد حمزة، ندور نجيب له في العباد. مين عرفته حمزة؟ أبارتيا من الباج يوتيوب اللي هبطته أنت. أي تونيزيان ستريت فود أي. معناها من عام الأول. من عام الأول فوالا، ومن وقتها وأنا ديما نجي. هكا كل مرة نجيب له حسن وشكون. ما تغير شيء في الساندويتش نتاعو؟ عاد بنين كيف ما العاده. عاد بنين، نفس الفنيات. يا مهدي هي هي. نفس التفانين. يا ناس اللي تتفرجوا فينا الخدمة هي هي ها. ايش تقول لهم هي؟ ها. ما نبدلوا حتى شيء. لهم هي. هو يحب يحط الموسيقى وانا ما نحبش نحبش الموسيقى. علاه يا مهدي ما تحبش الموسيقى انت؟ ها؟ تو تسال كان جاوبني انت، ما تحبش الموسيقى. لانه يمنع علينا منعا باتا في اليوتيوب انه نستعملوا موسيقى غير مرخص فيها لحماية لحقوق الملكية. أنا يا عبد الفيديو ينحولك هاك ولا سي حمزه تحيو تسمع على اليوتيوب دوموزيل برشا ناس مازالت ما حبيتش تعرف البلاصه في رادس الروتين كلنا من المو يعرفوها سيتي اولمبيك الدخله نتاع سيتي اولمبيك في رادس اي بعد الجامعة تاع بيرت الراس اذا كان وصلت الجامعة سي بون تعرف البلاصه اي واحد يقول له حمزه نجم يعطيك الخدمة وقتاش لوقتاش يقول له يخدم من وقتاش لوقتاش تخدم يا حمزة يا حمزة قالوا لك من وقتاش لوقتاش من 5 تاع العشية حتى 10 تاع الليل من 5 ل 10 تاع الليل اوفر تخدم حتى للصليب ايوه يجي جيبوا لك ترخيص والله أول حاجة البن ثاني حاجة الكلب ديما حاجة نظيفة هو منفوح له هكا انا قبل كنت ديما نحكي لهم عليه حمزه حمزه كي بالفيديو نتاعك انت وليت نبعث فيديو ديريكت ها هو حمزه نحكي لكم عليه مهدي غلطت على السبعه قاعده طيب انت غلطت زين فواياج انت ثم ان غران تشانجمون في اولا في النصب في الكيسك نتاعو في البنيه اللي استعملها ماتريال طور شويه الماتريال نتاعو خاصه البلاك مازال يلوج على بلاك ليس بالنسبه لل وقت اللي حط عليهم لي ساندويتش نتاعو الخيان كل موجودين بطبيعه الحال انا يثلج صدري انهم يكونوا من متابعين القناه نتاعنا احنا نطلب منكم فقط اشتراك في القناه وبارتاج للفيديوهات نتاعنا خلينا نشوفوا على شي نادي
برغم انا قلنا له راه الموسيقى ممنوع، الموسيقى اي الوالده هي اللي صنع جديد هذا. اي صنع جديد هذيك هذيك راه سلمان هذيك. اي بيه هذيك راه سلمان هذيك. تبل بري حمزه ثم فرق خمسة فرنك ديال الزكاة. زاد السلعة بالبيعة تنسقط دارك. واللي ما عندوش. ياك. واللي ناقص ياك. على ضمانة الوالدة اللي ما عندوش. ما عندوش ياك راه واللي ناقص. أي جماعة اللي ما عندهمش يتعادوا الحمزة الليل. واش ديما أنا ما عندهمش. مرحبا مرحبا. اللي ما عندوش يتعادوا الحمزة. شفتوا. مرحبا مرحبا. شنو المشكلة؟ دائما في المشكلة. كله من عند ربي، كله من عند ربي. إيه المفيد يش يدبروا لكم ها؟ بريس ليست. بريس ليست، بالله تعملوا زي اللي تفرجوا فيديو. جماعة عمالنا بالخارج، جماعة عمالنا بالخارج. هاك ولا حمص. نجيب لهنا حضرت الدنيا كلها. هاك حضرت الدنيا كلها. هاك حضرت الدنيا كلها. ربع ساعة. مرحبا. حمص، كلم جماعة عمالنا بالخارج. يسمعوا فيك. إيه. هاي بريس ليست، هاي. يجاوبوا برا بريس ليس وكبيره كبيره هكا كبيره كي حتى زوج صغار في بلاصتها هي ميسالش. ما يسالش دونك اللي هابط من الخارج هكا ولا جماعه الخارج اي هذوك ما عندهم ما يجيبوا له باللي بريس ليس فلوسهم حاضره ما حاضرين 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 يا مالي حاضرين هيا حمز اخر كلمة اخر كلمة اخويا شلا نعملوا حاجة خير من هكا شلا نعملوا كسكرو تبن من هكا ومرحبا بالناس الكل دونك كيف ما سمعتوا مرحبا بالناس الكل ادريسو تعرفوها ساندويتش واللي ما عندوش واللي ما عندوش حتى اللي ما عندوش يجي ينجم يتعشى هذا الفيديو نتاعنا اليوم في عند حمزة بعد عام متابعة طيبة ومشاهدة طيبة للجميع إلى لقاء قريب في فيديو آخر إن شاء الله وما رضا الله إلا برضا الوالدين